السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي. النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع بعض أول دروسنا في مادة المواطنة. الفصل الأول عندنا بيتكلم عن الشخصية المصرية، والفصل الأول هندرسه على كذا مرحلة. النهاردة هناخد أول جزء معانا، والشخصية المصرية هنتكلم فيها عن الإرادة والعمل والبناء. عبرت الشخصية المصرية عن نفسها أمام العالم في ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو عشان تطالب بالحرية والعدالة، وأبهر ذلك قادة العالم زي الرئيس الأمريكي، وقال يجب أن نربي أبنائنا ليكونوا كشباب مصر. وعبر برضو الرئيس أو رئيس وزراء إيطاليا، قال لا جديد في مصر، لقد صنع المصريين التاريخ. وكرم الله سبحانه وتعالى مصر وذكرها في القرآن 3 مرات، كما كرم الرسول صلى الله عليه وسلم المصريين وقال ستفتحون أرضا يسمى فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا. النهاردة هنتكلم عن تأثير الحضارة المصرية أو تأثير المصريين في الحضارة الإنسانية. أول حاجة هنتكلم عنها في العصر الفرعوني، شيد المصريين القدماء أعظم حضارة عرفها التاريخ، وبرعوا في العلوم والطب والهندسة والفلك، وبرضو كونوا أكبر جيش عرفته البشرية، وبرعوا في البناء والتشييد، وواجهوا الظلم بأول ثورة اجتماعية في التاريخ ضد الملك بيبي الثاني، وده كان واحد من ملوك العصر الفرعوني، عشان يطالبوا بالعدالة والحرية. العصر الثاني اللي ظهر فيه تأثير المصريين هو العصر اليوناني. أصبحت الإسكندرية مركز للحضارة والفن في العصر البطلمي، طبعا زي ما احنا عارفين ان الإسكندرية اصلا بناها الإسكندر الأكبر لما دخل مصر. بعد كده المصريين طوروا في مدينة الإسكندرية لحد ما خلوها مركز الحضارة والفن في العصر البطلمي، وشيدوا أكبر دار للبحث العلمي كان اسمه مجمع البحوث الأدبية والعلمية، وتخرج منه علماء كتير جدا مشهورين زي إقليدس وأرشميدس، وبرضو بنوا أكبر مكتبة وهي مكتبة الإسكندرية القديمة. أما في العصر الروماني ساعد المصريون في نشر المسيحية واتصفوا بالتقوى، وأسس راهب مصري اسمه أنطونيوس نظام الرهبنة وصدره للعالم المسيحي كله. أما في العصر الإسلامي نبغ العلماء المصريون في العصر الإسلامي زي سعيد بن البطريق في الطب، وابن المجدي في الرياضيات، وابن المقشر في كان يعتبر من أشهر أطباء العصر الفاطمي، وابن يونس في الفلك، وابن الهائم في الحساب والفقه. كما أن الأزهر الشريف أو الأزهر كان جامع وجامعة ومقر للصلاة وجامعة للعلم، والكلام ده طبعا موجود حتى وقتنا هذا. يعتبر الأزهر مسجد أو جامع كبير جدا للصلاة للمسلمين، وفي نفس الوقت جامعة لتدريس العلوم الفقهية والعلوم الشرعية والدينية والعلوم الطبيعية زي الطب والهندسة وغيره. كما أن مصر كان لها دور في نشر الإسلام والدفاع عن الإسلام ضد الأعداء، زي دفاع المصريين عن مصر ضد الحملات الصليبية وضد المغول زي ما خدنا في التاريخ. خامس حاجة وآخر حاجة عندنا في العصر الحديث، شارك المصريون بكل فئات الشعبية في ثورات ضد الظلم، والكلام ده كان من سنة 1881 لحد ثورة 1919، وظهرت الوحدة المصرية والشعبية والدينية. كما أن ثورة 23 يوليو كانت ضد الفساد والاحتلال، وكانت بتطالب بالديمقراطية. كما أن تصدى المصريين للأعداء في حرب أكتوبر سنة 1973، وخرجوا للمطالبة بالحرية وبالعدالة في ثورتي 25 يناير و 30 يونيو زي ما ذكرنا من شوية. وأبهر الكثير من العلماء في العصر الحديث العالم، ونبغوا في كثير من العلوم أو في علوم متعددة، زي مثلا أحمد زويل، وده برع في مجال الكيمياء وحصل على جائزة نوبل، والدكتور مجدي يعقوب وده يعتبر من أشهر أطباء القلب في العالم، والدكتور فاروق الباز وده يعتبر من أشهر علماء ناسا الفضائية، والدكتور مصطفى السيد وده اللي اكتشف علاج السرطان بجزيئات الذهب، والدكتور هاني عازر أو المهندس هاني عازر وده يعتبر من أشهر مهندسين الأنفاق في أوروبا. كده يبقى خلصنا الجزء الأول معانا في الدرس، على أمل إن شاء الله الالتقاء في درس قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.